أنا من تزوجت ما عندهم كان يعجبون الذهب يعني، فحماتي طتني الذهب مالتها، حتى أنا عبالي يعني إلي مالته هذا. بعدين ورا العرس رجعت أخذته، لأن كانت العالم ما عندهم كان يشتري الذهب. أكو حتى مو بس الذهب، يعني حتى الغرف مالت النوم تفتر عليهم، يعني إيه يعني يأخذها مثل يقضي أسبوع العرس أو الشهر يرجعها، لأن العالم ما عندها إمكانية. حالياً المادة نقدر شقد مهما كانت، يعني إحنا ظروفنا صعبة وكذا، لكن الفلوس تقدر تجيبها. رغم إنه ارتفاع سعر الذهب، لكن مو عقبة قدام الشخص إذا أريد يتزوج. أنا بصراحة يعني بصعودة، يعني تزوجت هلا مشيت مال فترة كورونا اللي هو تقريباً وصل 370. إذا طبقة متوسطة بحدود 3 ملايين 3.5 ذهب. هسه لازم يشتري، ما ممكن يعني المرأة تتزوج بدون ذهب، هذا قيمته.